ويكون بمقدور كل أم كل أب كل أح كل لترشه بالماء تزرع عليه شعبنا. لقاء حيوي وهام، وخاصة نتحدث عن جثامين شهداء تم احتجازها منذ فترات طويلة. إسرائيل تعترف بأربع مقابر، ومؤخرا اعتبرت بمقبرة خامسة في منطقة بئر السبع. طبعا كما تعلم هذه مقابر عسكرية مغلقة. الأربع مقابر السابقة التي تم اعتراف إسرائيل بها هي مقبرة شحيطة، ومقبرة رفديم، ومقبرة بنات يعقوب، ومقبرة المنطقة العسكرية المغلقة ما بين أريحة والأغور. ما أود قوله، حاليا نطالب ب 220 جثمان. إسرائيل تقول يوجد لديها 119، يبقى مصير 101 شهيد يعني قيد البحث والفحص. مسمى مقابر الأرقام، ألسنا بأسماء؟ ألسنا بشعب يستحق الحياة؟ إنما يمارسه الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني من قتل وتدمير وتشريد، ألا يكفيه ذلك؟ ويعاقبنا أيضا بعد الممات بالعقاب، بمعاقبة ذوي الشهيد باحتجاز رفات وجثمان ابنهم. إن هذا في قوانين العالم مرفوض، وتحديدا في قانون جنيف الرابع، والذي حدد فيه بإعادة رفات أو جثمان أي شهيد يتم استشهاده على أرض فلسطين. رسائل متبادلة بيننا وبين المستشار القضائي لجيش الاحتلال أفادنا فيها بأنهم سوف يشرعون خلال الأيام القليلة القادمة باستخراج جثامين لشهداء. نحن قدمنا طلب ب 136 جثمان لاستردادها. أفادونا بأنهم سوف يبدأون بإعادة هذه الجثامين بدءا من استخراجها، إجراء فحص الDNA ومطابقته مع فحص عائلاتهم، بعد ذلك تبدأ عملية إعادة هذه الجثامين التي نأمل أن تتحقق خلال الشهور القليلة القادمة. وكل ثقتي وعملنا بأن ننجز ذلك حتى منتصف العام الجاري.